مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 مارس 2021 والقنوات النقلة بالتفصيل. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم جدول مواعيد مباريات كرة القدم التي ستقام اليوم الاثنين 22 مارس 2021، حيث تقام عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، على رأسها مباراة بوكا جونيورز ضد سي اي تالاريس في كأس الاتحاد الأرجنتيني. أولا مباريات الدوري المكسيكي، وهي مباراة واحدة، سانتوس لاغونا ضد ليون، تقام في تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر. ثانيا مباريات كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، حيث تقام مباراة واحدة وهي بوكا جونيورز وسي اي تالاريس كوردوبا، تقام في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت مصر و3 صباحا بتوقيت السعودية. ثالثا مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث تقام مباراتين وهي كالتالي: المباراة الأولى الدومينيكان والولايات المتحدة الأمريكية، تقام في تمام الساعة 1 صباحا بتوقيت مصر و2 صباحا بتوقيت السعودية. المباراة الثانية كوستاريكا والمكسيك، تقام في تمام الساعة 3:30 صباحا بتوقيت مصر و4:30 صباحا بتوقيت السعودية. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.